الفكرة بتاعت البيزنس ده جات لك ازاي، وهي هواية ولا دراسة؟ واحنا في ستات كتير قوي دايما بتسأل انه انا الجواز والعيال والحاجات دي كلها بتخليني اقف في كاريري، ده كارير كرييتيف جدا، يعني هو حاجة حضرتك طول الوقت محتاجة تفنني ليه، ازاي بتقدري توفقي بين ده وبين ده؟ واول ما بدأتيها هواية ولا دراسة؟ لا هي يعني مؤكدا كومبليتلي هي هوايه، يعني ما فيش اي دراسه في لما شفت الموضوع. الصور بصراحة قلت دي أكيد هواية، اه هي الأكل هوايه. هتشوف الصور دلوقتي مرعبة. هو الحقيقه انا عندي كذا هوايه، أوكي فيعتبر الموضوع ده يعني جمع بعض منها. يعني انا بحب الحاجات الفنيه جدا بكل اشكالها، حتى كنت في فتره بعمل ورود، وكنت في فتره بعمل الحاجات البرايد كلها، اكسسوارز، التاج، اوكي الورد، كل حاجه. فدايما بيبقى فيه كده يعني حته بحب ان انا افنن فيها شويه. مجال الارت عامة، مجال كل اه الحاجات الجمالية. بالظبط بالظبط. الاول كان كل وقتي كله لجوزي وبيتي وولادي وكل حاجه، وهم كبروا، فبدات احس شويه يعني بفراغ شديد شويه. وكان حقيقة هي أنا ليا بداية غير مقصودة خالص في لا الموضوع احكي ده لنا من عنه بقى، أوله. قوليها لنا. يعني ما كانش بادئ بيزنس نهائيا. هو أنا كنت معروفة في عائلتنا أنه أنا بحب أعمل كحك، اوكي فأخدت طريقته من خالتي، سيدة فاضلة جميلة، يعني أخدت طريقته عن جدتي برضو، فتميزت فيه، يعني بقيت بحب أعمله قوي. فجت صديقة، يعني هي تعتبر معرفة، جت قالت لي انه هي عايزة تجرب الكحك، فبعته لها. كنت انا وقتها في اسكندرية، فبعد ما بعته لها ولقيته انه هو عجبها قوي، قالت لي انتي بتعرفي تعملي ايه تاني؟ فقلت لها لا، انا يعني هوايتي المطبخ وهوايتي كل حاجة. قالت لي طب ورق العنب؟ قلت تمام. قالت لي بعتي لي، يعني هي بجد فعلا هي دي البداية. فعملت لها الاكل وبعتيه لها فعلا. عملت لها ورق العنب، ابعته ازاي؟ قالت لي ايس بوكس، يعني اللي هي اللي بتحاول تسهلي الموضوع. اوكي بدات هي بقى تعرفني على اصحاب عايزين، وكان الاكل بيسافر من اسكندريه للقاهره كل ما هم يطلبوا لفتره، اول شهر بالظبط. اوكي بعد كده بقى بدات اقول يعني انا عايزه حاجه، بقالي كتير قوي نفسي اعمل حاجه، مش عارفه اعمل علشان ما اسيبش البيت والولاد. فلقيت ان انا من جوه بيتي مطبخي كبير جدا، فلقيت ان انا من جوه بيتي اقدر ان انا اعمل كده من غير ما ابقى متغيبه عن ولادي يعني. فالحمد لله يعني بدأتيها من هنا بدات كده. اه وجروب بالظبط. العيلة، وبعد كده لأصحابك اند ايوه وتسفري الأكل من اسكندرية للقاهرة، which اه means إنه مفيش حاجة صعبة، يعني اه إحنا اللي بنخلي الدنيا صعبة أو سهلة.